ينضم إلينا من أم درمان الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر. شهدي أهلا بك، كيف هي التطورات الأمنية مع دخول الهدنة يومها الرابع في عموم الخرطوم، وأيضا بشق آخر كيف تجري عمليات الإغاثة الإنسانية؟ صباح الخير ربا. صباح النور. اليوم يشهد هدوء على طير المفتاد، لم تصف المدفعية خلال فجر هذا اليوم في مدينة أم درمان، على الرغم من أصواتها التي دوت في وقت متأخر من الليلة أمس من قاعدة كرري باتجاه نقاط في مدينة الخرطوم بحري حوالي الساعة الواحدة فجرا. دوت أصوات المدفعية بشكل مكثف، كان دوي مسموع في مناطق عديدة. اليوم بدأ هادئا، لم نصف حتى الآن أي أصوات للمدفعية، لم يحلق طيران حربي حتى هذه اللحظة، رغم مر عدة ساعات من بزوغ فجر هذا اليوم الذي كان في المعتاد أن يحلق فيه الطيران. اليوم يعني حتى الآن هو متماسك، ولكن إنسانيا ربا كما كنت تحدثين، وضع الصحي والوضع الخدمي، الأمور تمضي بشكل سيء حتى هذه اللحظة. خبز بدأت أزمته تتفاقم بشكل متسارع، عدم توفر الدقيق، جل المخابز تواجه مصاعب في العملية الإنتاجية، صفوف تتطاول أمام المخابز للحصول على الخبز. كذلك صحيا الأمور لا تمضي على ما يرام، فيما يبدو أحد مراكز غسيل الكلى هنا في مدينة أم درمان توقف عن العمل بحسب ما علمنا الجهاز نفاد المخزون. الجمعية السودانية لبنوك الدم، هذه إحدى الجمعيات الأهلية لأطباء الدم والمختبرات، حذرت من أن يؤدي استمرار احتلال قوات الدعم السريع لبنك الدم المركزي للبنوك الدم الرئيسة لتوقف العمليات. طيب شهدي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت بتوزيع مستلزمات طبية على مستشفيات، كيف تتم عملية هذه التوزيع بحسب أي يعني طريقة، وما هي الأولوية لأي المستشفيات بالتحديد؟ نعم، مستشفيات وسط العاصمة هي خارج الصدمة التي تعمل هي مستشفيات طرفية. كانت اللجنة العليا لمعرفة الوضع الإنساني قد أعلنت أن مطار قاعدة وادي سيدنا هو مخصص للمساعدات الطبية، هناك مساعدات وصلت خلال الأيام الماضية، يجري توزيعها في المناطق التي يسمح بالوصول إليها، ولكن هناك مستشفيات ما يزال الوصول إليها غير متاح أو غير آمن، بعضها يعمل ولكن في ظروف صعبة قد تتوقف في أي لحظة. نعم. طيب، أيضا فيما يتعلق بعمليات النزوح وسريعا، هل هي مستمرة وخاصة باتجاه شرق السودان؟ نعم، عمليات النزوح هي مستمرة من مدن الخرطوم على وجه التحديد، تلك التي تقع في مناطق اشتباكات أو بها انتشار عسكري، وكذلك من مدينة الخرطوم بحري وبعض أحياء مدينة أم درمان إلى مناطق أخرى أكثر أمنا داخل العاصمة، وكذلك إلى خارجها شمالا وجنوبا وشرق شمالا وشرقا وجنوبا، كذلك إلى ولاية الجزيرة المتاخمة للعاصمة الخرطوم. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. من أم درمان الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر، شكرا لك. ينضم إلينا أيضا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني حمور زيادة. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ حمور في هذه النشرة على قناة الحدث. كيف يمكن تقييم الأوضاع الميدانية في السودان والإنسانية أيضا مع دخول الهدنة يومها الرابع، وحديث عن مواجهات أقل حدة في الخرطوم؟
وأنا أعتقد أن الأزمة الإنسانية تتفاقم، الأمور لم تتغير إلا في بعض الهدوء في مسألة إطلاق النار، لكن ما زالت الخدمات متوقفة، ما زالت المستشفيات أغلبها تحت يعني احتلال إما قوات الدعم السريع أو متوقفة عن العمل بسبب انعدام الأدوية وعدم وجود الأطباء أو توفر الكهرباء. أزمة الإمدادات الغذائية أيضا من الواضح أنها ازدادت، المواد الغذائية والإنسانية التي أتت من يعني الإغاثة الدولية لم تستطع أن تتحرك من مدينة بورت سودان في شرق السودان حتى تدخل إلى الخرطوم بسبب استمرار العمليات العسكرية. أنا أعتقد أنه ما يهدد الناس الآن في الخرطوم ليس فقط هو الرصاص المتبادل ما بين طرفي النزاع، ولكن استمرار هذه الأزمة لأكثر من شهر خلق يعني أوضاع إنسانية في غاية السوء. المرضى كما ذكر تقريركم مرضى السرطان ومرضى الكلى، مرضى السكري، مرضى الأزمات، يعني هذه كلها أمراض مزمنة خطيرة جدا تحتاج إلى توفير الأدوية، هي غير متوفرة الآن في السودان، لا توجد مستشفيات تعمل، الصيدليات شبه خالية. هذا وضع سيء جدا ويجب أن لا يستمر، ومن الضروري محاولة الالتزام بالهدنة الإنسانية من الطرفين حتى يمكن توصيل الإغاثات والمواد المعينة التي أتت من دول العالم إلى المحتاجين داخل الخرطوم. طيب يعني هل ممكن أن تؤسس هذه الهدنة رغم ضعف الوضع الإنساني حتى اللحظة إلى وقف دائم لإطلاق النار، أم يعني السيناريوهات المتوقعة تذهب باتجاه آخر خاصة مع الاتهامات لقوات فاغنر بدعم الدعم السريع بصواريخ أرض جو؟ المبادرة الأمريكية السعودية كان يعني خطواتها واضحة، أن هذه الهدن الإنسانية القصيرة ينبغي أن تؤسس لوقف دائم لإطلاق النار وفض اشتباك ما بين القوات، ثم الانتقال إلى عملية سياسية تفاوضية من أجل تسليم السلطة للمدنيين وعملية دمج الجيوش. لكن أنا أعتقد الآن أنه ربما الحسابات قد تختلف قليلا بعد هذا الإعلان الأمريكي. هذه المسألة يعني كانت متوقع منذ اليوم الأول أن مجموعة فاغنر وروسيا قد تساعد قوات الدعم السريع، خاصة أن العلاقة بينهما ليست علاقة سرية أو مجهولة، هي علاقة قديمة ومعروفة وممتدة وعلنية، ووجود مجموعة فاغنر في الخرطوم للعمل في مجال التعدين الذهب ومساعدة وتدريب قوات الدعم السريع أمر كان معلوما لدى قوات الجيش ولدى عامة المواطنين. أعتقد أن الجديد هو أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه المسألة. يعني لماذا بالنسبة بهذا التوقيت؟ أنا أتمنى أن يكون هذا الإعلان. هل هناك يعني ما تريد يعني رسالة من وراء التوقيت للإعلان عن هذا الموضوع في هذا التوقيت؟ نعم، أنا أتمنى أن يكون هذا الإعلان نوع من الضغط على قوات الدعم السريع، ضغط إضافي إلى مسألة العقوبات التي تم التهديد بها من قبل، فأن يكون هذا الإعلان نوع من الضغط من أجل إجبارهم على مزيد من الالتزام بالهدنة. أخشى ما أخشاه أن يكون هذا الإعلان هو بداية لعملية استنزاف طويلة لروسيا في السودان، بحيث تنزف في أوكرانيا وتنزف في السودان، أن تكون هذه عملية الاستنزاف هذه أن تجري في الخرطوم لجر موسكو إلى معركة طويلة تتم هنا على هذه الأرض. أتمنى أن لا يصدق هذا التوقع، وأن يكون هذا الإعلان هو نوع من إحراج قوات الدعم السريع ومزيد من الضغط عليها من أجل تقديم تنازلات. طيب سريعا أيضا، الذي يجري في دارفور تحديدا والمدن والولايات في تلك المنطقة، كيف يمكن وصفه أيضا على وقع الهدنة؟ لماذا تتطور الأمور بهذا الاتجاه؟ الوضع الإنساني طبعا في ولاية دارفور هو أكثر سوءا بما لا يقاس من مع الخرطوم، لأن يعني من قبل الحرب هذه مناطق مهمشة، هذه مناطق الخدمات فيها شبه منعدمة، توفر المواد الغذائية والأدوية وغيرها هي أمور يعني كانت تحتاج إلى جهد جهيد في حال السلم. الآن في حال الحرب والاضطراب الحادث في الخرطوم فإن الأمور أسوأ.
لكن أيضا يعني العمليات العسكرية في تلك المناطق هي غير مرتبطة بشكل كبير بالجيش والدعم السريع، بمعنى أنهما إذا تقاتلا تحدث الحرب، وإذا توقفا تتوقف الحرب. أي اختلال هناك وحالة سيولة، أي اختلال أمني وحالة سيولة، قد يعني بداية احتراب واقتتال أهلي. هناك إحن وضغائن قبلية طويلة ممتدة منذ الحرب التي بدأت في 2003 وقبلها منذ حقبة الثمانينيات في القرن الماضي. هذه منطقة مشتعلة كانت تحتاج إلى عملية بناء سلام مستدام طويلة جدا، لكن للأسف لم يتحقق هذا الأمر. هناك عدد كبير من المواطنين هم من سكان المعسكرات، هناك حالة ثأر ما بين القبائل. ففي لحظة غياب سلطة الدولة واهتزازها، فمن الطبيعي أن تتفجر الأوضاع وأن يحمل الناس السلاح للثأر من بعضهم بعضا للأسف. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. من القاهرة كنت معنا الكاتب الصحفي السوداني حمور زيادة، شكرا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.